اغتلمت أفتاق بعض الناس بهجوم الغصن، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد ويدير مشنان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا محمد مرحبا بك. أهلا بالدكتور أحمد. الله يحفظك الصحة. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شيخنا ربي ناشط كما عدت كسيدي. الله يحفظك بتوبة شيخنا. الله يسلمك. ربي يبقى عليكم ستر شيخنا. الله يبارك فيك شيخ أحمد. يا مرحبا. كان هارون عليه السلام عضدا لسيدنا موسى عليهما السلام، أخا يشدد به أزره، ولأن مفعول الأخوة في المجتمع مفعول يغير كثيرا من الأشياء المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي تواجه الإنسان، فقد دعا موسى عليه السلام لأخيه لأن الدعاء يفرج الكروب ويذهب الهموم. قال موسى عليه السلام كما يقول القرآن بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. قال: رب اغفر لي ولأخي. دكتور، شكرا مرة أخرى دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه أنبياء الله ورسوله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم. إن شاء الله كل المشاهدين إن شاء الله ربي يجعلنا مع هذه الزمرة الطيبة المباركة، وأحييهم جميعا وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. فعلا هذه الآية على وجازتها تحمل القيم أو شحنات كثيرة جدا من القيم الأخلاقية التي إن تمسكنا بها كمجتمع فإن هذه الشحنات القيمية ستمنعنا وستحصننا من طوارئ كثيرة ومن تحديات كبيرة جدا. فسيدنا موسى عليه السلام يستحضر معاني الربوبية، والرب هو الذي يربي الناس وهو الذي يحفظهم وهو الذي يمنعهم، وهذا هو معنى الربوبية. قالوا رب الأسرة لأنه هو الذي يقوم على شؤونها. صحيح. ورب الكون هو الذي يقوم على شؤون هذا الكون كله. سبحان. ولهذا فإنه استحضر وهو مع أخيه مع بني قومه في التحديات التي واجه سيدنا موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، استحضر معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى. والمسلم في حياته مستمسك بالله دائما،
ولا يصح بل لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يغفل عن هذا المعنى. ربي اغفر لي ولأخي. لماذا؟ لأن كل ما في هذا الكون يرافقك، ولكن لا تلبث أن تفارقه أو يفارقك. طبيعي. كل شيء، إنسان عنده الصحة والعافية تمشي معاه، يعني يعقب تلك الصحة مرض وهوان وضعف. والشباب تتبعه الكهولة ثم الشيخوخة، وحتى الغنى ربما قد يتبع بضده. الإنسان يكون عنده والديه في رعايتهما ولكن يفارقانه أو يفارقهما، والأولاد يكونوا تحت الرعاية ويجي نهار تفارقهم أو يفارق. يعني ما من شيء في هذا الكون إلا وأنت عرضة لأن تفارقه أو يفارقك، إلا ربك سبحانه وتعالى فإنه لا يفارقك أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو معك في اليقظة وفي النوم، هو معك في الصحة وفي المرض، هو معك في اليتم وأيضا وأنت في جناح والديك، هو معك في الدنيا ومعك في الآخرة. إذن ولهذا قال ربي، ربي هذه هي الأساس، هي المبتدأ وهي المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. هو يسأل الله عز وجل المغفرة، المغفرة. نبي من أولي العزم من الرسل، وقام بواجب الرسالة على أحسن قيام كما شهد القرآن الكريم بذلك. ومعظم القصص القرآني هي قصة سيدنا موسى مع قومه، صح. مع ذلك يطلب من الله عز وجل المغفرة، لأنه العبد وهو عبد حينما يتعامل مع الرب وهو رب. وسيدنا موسى عليه السلام من الرسل الأنبياء، وهو يعرف جيدا، هم الذين علمونا، هو الذي يعرف جيدا ما معنى الربوبية مقامها، ويعرف جيدا ما معنى العبودية، ويدرك سيدنا موسى عليه السلام. وهذا الذي علمنا إياه الأنبياء وآخرهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان مهما بذل فإنه مقصر في حق الربوبية. العبودية مهما فعلت فإنها تبقى مقصرة في شأن في مقام الربوبية. ولهذا ربي اغفر لي. ولهذا سيدنا رسول الله علمنا أيضا حينما نخرج من صلاتنا، من أول أداء نقول استغفر الله استغفر الله، خلص من الصلاة في السجود، ولكن أول الأدعية اللي بعد صلاتي استغفر الله استغفر الله، سأن يستغفر الله ثلاثا أو أكثر. لاحظ يعني ربي اغفر لي. طيب، ودعا بالمغفرة له، ولكن مقام الربوبية ومقام المغفرة ومقام الحاجة، كما أن الإنسان يستحضر حاجته للمغفرة، لاحظ في تلك اللحظة بالذات يستحضر حاجة أخيه إلى المغفرة، فيجعل من حاجة أخيه مرافقة لحاجته، ويجعل من الدعاء لنفسه مستصحبا لدعاء لأخيه. وهذا جميل جدا، حينما يمشي الأخوان على سفينة واحدة هي سفينة طلب المغفرة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مقام جميل جدا، حينما يستشعر الإنسان، لأن سيدنا موسى هو رسول ولكنه إنسان، وسيدنا موسى عليه السلام هو من أولي العزم ولكن له أخ وهارون، شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، وله أخت، تلك الأخت التي بذلت أكاد أقول مستحيل من أجل أن تستنقذ أخاها من تقريب موت حتمي في تلك الظروف، ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فهو استحضر
معنى الأخوة في هذا المقام، وهذا هو الذي أريد أن نتدارسه معا في هذه اللحظات الوجيزات، وهو أننا نستحضر معنى الأخوة داخل الأسرة الصغيرة بين الأشقاء، بين الإخوة عموما والأخوات، لأن معاني الأخوة لا يمكن أن تستنبت في المجتمع الواسع إذا لم ترعى في الأسرة الصغيرة. مشتلة الأخوة. مشتلة الأخوة هي في الأسرة الصغيرة. تصور لولا المشتلات هل يمكن أن تكون هذه المزارع؟ أبدا. ولهذا إذا أردنا فعلا أن نكرس ونعزز ونوطد معاني الأخوة الوطنية والمجتمعية وأخوة الأمة بل الأخوة الإنسانية كلها، فلا يمكن أن ننجح في ذلك إلا إذا حافظنا على بذرة الأخوة في الأسرة الصغيرة. وهذا هو الذي يعلمنا إياه القرآن الكريم من خلال دعاء سيدنا موسى لأخيه هارون عليهما السلام. احنا الآن في تربيتنا لأبنائنا، واحد عنده ولدان، من أجمل ما يمكن أن يغرسه بين ولديه وبين أولاده ذكورا وإناثا هو أن يغرس فيهم نبتة أو بذرة الأخوة، حتى يرى في يوم من الأيام أخا يدعو في سجوده أو في صلاته فيقول ربي اغفر لي ولوالدي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في رحمتك، ربي اغفر لي ولأختي، ربي اغفر لي ولأبي ولأمي ولأخي الصغير فلان ولأختي الكبيرة فلانة. جميل جدا، هذا من أجمل ما يمكن أن تقر به أعين أب وأعين أم في أسرة صغيرة. حينما نستنبت هذه البذرة في الأسرة وتينع الأخوة في الأسرة الصغيرة، والله ما أسهل بعد ذلك أن تنتشر الأخوة في إطار الأسرة الممتدة بين الأعمام والأخوال وأبناء العمومة وأبناء الأخوال. ما أيسر بعد ذلك أن تتوسع هذه الأخوة في الجيران، في الحي، في القبيلة، في العشيرة، في الوطن، في الأمة، بل في المجتمع الإنساني كله. وسبحان الله، هذا الخير الذي رأيناه في بين سيدنا موسى عليه السلام وأخيه هارون في صحابة رسول الله، يبدو لأن أم حبيبة جاءتها هدية أو شيء من هذا القبيل، قالت وخير من يشاركني في الخير أختي، يعني جاءها خير، فأول ما جاءها من أجل أن تقاسم معه ذلك الخير هي أختها. هذه المعاني حينما تنتشر، الإنسان يطلب المغفرة. بعد ذلك كان تجي قضية مثلا النزاع بين الإخوة في ميراث، في حقوق، في واجبات، في التزامات، فإن الإخوة لن يتنافسوا فيما بينهم ولكن سيتعاونون فيما بينهم. تتنزل الرحمات. سبحان الله، وأدخلنا برحمة. طيب، في رحمتك. شو الأخوة؟ هي تراحم بين البشر في الأرض، لأنه من مظاهر الرحمة داخل الأسرة هي الأخوة. طيب، من أعظم الأسباب التي ينبغي أن نتوسل بها لاستنزال الرحمات من السماء هو أن نتبادل الرحمة في الأرض. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. حينما ترحم أخاك وتدعو له بالمغفرة وبالرحمة وتؤثره وتسعفه وتقوم معه ولا تتكبر عليه ولا تأخذ حقه ومن هذه الأشياء، هذا تجسيد لمعاني الرحمة. فإذا رأى الله عز وجل إلى أعمالنا أريناه
من أنفسنا رحمة فيما بيننا، فإن الله عز وجل ستنهمر رحماته علينا. ولهذا مباشرة وش قال بعد ذلك؟ وأنت أرحم الراحمين. حينما نكون أكثر المتآخين فإن الله عز وجل سيكون بالنسبة إلينا أرحم الراحمين. وكأنه بمقدار ما نقوي جوانب الأخوة فيما بيننا بقدر ما نستنزل أسباب الرحمة من ربنا وهو أرحم الراحمين. هذه الأخوة نحتاجها اليوم ونحن في الجزائر في تحديات تظهر للصغير والكبير، في تحديات داخلية وتحديات أخرى خارجية. ما الذي يمكنه أن 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 يقف مع المجتمع الجزائري في مواجهة هذه التحديات؟ هي هذه الأخوة، وذلك الجيل، جيل نوفمبر، كان طبعا هم إخوة ولكن كان عندهم اتجاهات، أفكار مختلفة، ربما أحيانا وصلت إلى درجة التناقض والتصادم في بعض الأحيان. ولكن حينما رأوا أن القضية أكبر من تلك الاختلافات التي بينهم أذابوها وصاروا يدا واحدة وصاروا رأيا واحدا، وكأنهم رأوا أن العدو واحد فينبغي أن تكون اليد واحدة وينبغي أن تكون الجهة واحدة، فتوحدوا وتآخوا وفعلا استطاعوا أن يتغلبوا على تلك القوة، كما تآخى الصحابة إنما المؤمنون إخوة فتغلبوا على كل من كان يواجههم وكل من أراد أن يجتث هذه البذرة. فسبحان الله العظيم، هذا الدعاء دعاء في غاية الجمال وفي غاية الرقة وفي غاية العمق، ولكنه في غاية التعزيز للحمة المجتمع ولقوة الأمم كأمم ولقوة المجتمع الإنساني كمجتمع إنساني. وقد قال يوما سيدنا علي رضي الله عنه: إذا رأيت شخصا فاعلم أنه أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور محمد يدير مشنان، شكرا جزيلا لك، وقد وقفت على مقام قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. شكرا سيد أحمد على أرقام التواصل. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا الفضاء الطيب، فضاؤكم. هل سأل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، البرنامج اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية، في خدمتكم طبعا الأفاضل سيد أحمد بن عمر الحاج وصالح حسان، الجميع في خدمتكم خلال هذه اللحظات. أيوة، قبل أن أستقبل الاتصال الأول أستسمحك أخي حسان، شيخنا زميلة أو الأخت يعني سفيان، الأخت لديها ابن يقبل على عملية غدا معقدة شيئا ما، مشاهدة كريمة تطلب منكم الدعاء، ورب إن شاء الله يجيب له الشفاء ويتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. اللهم اشفيه شفاء عاجلا. أمين. رب اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أمين. وهذه أختنا، نقول اللهم اشفي ابن أختنا وأخينا. أمين. هكذا. أمين يا نعم. رب إن شاء الله يشافي. أمين. بارك الله فيك. نعم. الله يرضى عليك شيخنا، ربي يحسن إليك. أيوة، على بركة الله. أيوة، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. طيب خلينا نبدأ من الناس البيض. السلام عليكم. سيدة مليكة مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. في أبي الأول، قبل لا إله إلا الله والدعاء بها كيف يكون؟ لا إله إلا الله. الفضل وكيف أدعو؟ لا إله إلا الله ما معناها؟ ما هو فضله؟ لا إله فضل إلا الله. لا إله. أيوة، فضل لا إله إلا الله. والدعاء به. والدعاء به. نعم. والسؤال الثاني، حبيت أقول لك صيغة كرسات الثاني على رسول الله.
صيغة الصلاة على رسول الله. وأكثر صيغة كانت أقرب، كانت أحب إلى الله تعالى، ما هي؟ أيوة. واضح فيها؟ واضح أختي مريكة. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك وأنك يعطيك الصحة ويبارك فيك إن شاء الله. أمة الله سكي كده؟ أمة الله سكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدة أمة الله. بارك الله فيكم. هذا واجبنا سيدة أمة الله، الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. أيوة تفضلي. عندي سؤالين حضرة الشيخ. الأول إن شاء الله. ألو. تفضلي سيدة أمة الله نسمعك، تفضلي. نعم. عندي الأم تاعي كي كانت صغيرة. أيوة. رميت مغليان على كلب أكرمكم الله. ما مغلي. لدرجة التعفن، لكن لم يمت. وظلت تحس بالذنب إلى يومنا هذا. لماذا فعلت ذلك؟ ما حكم إيذاء الحيوان بهذه الطريقة؟ مع العلم أن أمي تقية وحبت تهني ضميرها. شحال كان في عمرها؟ كانت بالغة؟ كانت بالغة؟ نعم بالغة. كانت كبيرة هذاك الوقت يعني. نعم. السؤال الثاني، أبي ابن شهيد، الله يبارك، ما عنده حتى مدخول. مؤخرا تحصل على منحة أبناء الشهداء، وعنده ثلاث إخوة، عنده ثلاث إخوة متقاعدين. هل يحق لهم أن يتقاسموا معه المنحة أم لا؟ واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أختنا أمة الله. ايوه من سكيكده الى عنابه اخت فتيحه. الو. السلام عليكم اخت فتيحه. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضلي. واش راكم لاباس؟ الحمد لله سيده فتيحه. الحمد لله. حبيت نقول للشيخ باقي يدعي لي لولدي للزواج. ان شاء الله يا ربي، الله يفتح علينا وعليه. ان شاء الله، امين يا رب العالمين. وحبيت نسقسيه برك، كي نصوم الاثنين والخميس يا اخي نورمال ماشي لازم نزيد نصوم ليام البيض هذوك؟ ايوا واضح ان شاء الله. أيوة. بارك الله فيكم وربي يستركم ان شاء الله. الدعاء بالخير حاجه فتيحه، الله يحفظك ان شاء الله. من عنابه الى الشلف سي عبد القادر. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ لاباس سي عبد القادر، مرحبا. الحمد لله يسلمك. عندي واحد السؤال، انا نخدم في الفلاحه وخطرات نلبس الصباط. ايوه اسمع بيا. نسمع سي عبد القادر. ايوه. ونبغي نصلي، نبغي نصلي بالحذاء. ايوه إيه خاطر كاين وين نتعب، كاين وين نتعب من بعد نحي الحذاء ونظل الاخر مع الـ مع الـ مع التراب وكاع. واضح ان شاء الله. اي نقدر نصلي بالحذاء ان شاء الله على سي عبد القادر ان شاء الله. يلا بصحه، الله يجازيكم جزاء. الله يهنيك سي عبد القادر، مرحبا بك والله يقويكم، الله يقويكم ان شاء الله. من شلف الى تلمسان حسين. السلام عليكم. سلام سي حسين. احمد لاباس؟ الحمد لله، الله يحفظك. بيجي السؤالات للشيخ. مرحبا سي حسين، تفضل. الشيخ باغي يكون في الدهر ونفرج التلفزيون، كيفاش؟ كيفاه؟ يكون مسبح. ايوه. ونتفرج في التلفزيون. ايوه. السؤال الاول هذا. واش تتفرج يا اخي؟ قناة قرآن؟ لا ماشي قرآن، خطرات نشرح، خطرات هكا برنامج. اي ابني. الله يحفظك. ايوه. السؤال. والزواج، السؤال الزواج كي يكون حاشي توفى. فيتي اونجلي. تتوضا كيفاه؟ فيتي اونجلي
تقدر توزع لي زعما يقعد فوقه نورمال. ايوه واضح. صافي واضح. واضح التوضع. واضح السي حسين. الله يحييك ويبارك فيك ان شاء الله. الله ينورك سي حسين. ايوه من؟ اي الله الله ينور علينا وعليك حسن. نوره بليده. اخت نوره مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نصلي الصباح ومن بعد يتم الشيخ الاول نكون مازال تنصلي واش غادي نكمل. واضح تكون تصلي القيام. يؤذن الاذان الاول ولا الثاني؟ اي ان شاء الله ان شاء الله نقضي قبل يتم الاول ومن بعد نصلي شويه ومن بعد يتم كيتم نكون نصلي واقفه ولا. تقصدي الاذان الثاني سيده نوره؟ نعم نعم. الأذان الأول شيخ. لا تقول أذن الأذان الأول تصلي ثم يصلي أذن الأذان الثاني وهي تصلي. أذان الثاني وهي تصلي خلاص شيخنا كمان. وهي تصلي. وسؤالك الثاني؟ مرحبا بك أخت نورة، مرحبا بك وبناس بليدة جميعا إن شاء الله. أيوه من بليدة الوريدة إلى أين؟ نعم؟ لا باس لا باس حسن لا باس. خلينا نستقبلوا اتصال اخير ونتوكلوا على ربي في الاجابه على ما يتفضل به الساده المشاهدون على هذا الفضاء. بالعباس سي احمد. احمد بن سيدي بالعباس. السي احمد. السي احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. سلام سي احمد. كيفاش احمد كيفاش خويا؟ الله يبارك فيك خويا كيفاش؟ الحمد لله سي احمد الحمد لله. لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. ايوه مرحبا. واه شيخ. تفضل سي احمد. واه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله سي احمد. السلام عليكم شيخ. شيخنا يسلم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السي أحمد. أي معليش السي أحمد، ربما راهي المكالمة شوية. أي احنا كنا نسمعوك 10 على 10. لا بأس إن شاء الله. حسن إن شاء الله اعتني بالسي أحمد حتى يتمكن من التواصل معنا. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة. وعلى بركة الله نبدأ. المفتتح شيخنا محمد يدير على بركة الله البيض، ومنها السيدة مليكة. فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، والدعاء بهذا الذكر. نعم لا شك أن هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو أفضل وجوه الذكر سبحان الله، وهو أفضل ما قاله نبي، وبطبيعة الحال وأفضل ما قاله أتباع الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك، قال خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال هذا الدعاء طبعا في سائر الأيام، ولكن خص يوم عرفة وهو أفضل الأيام، خير الأيام يوم عرفة، إذن فهو خير الدعاء في خير الأيام. أيوة. أو هو خير الذكر في خير الأيام. الدعاء به هو دعاء، هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو دعاء، لأن هذا الدعاء نوعان، هناك دعاء الثناء وهناك دعاء الطلب، وهذا هو دعاء الثناء، فالإنسان يثني على الله عز وجل، ودعاء الثناء هذا من أعظم الدعاء الطلب أيضا،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائل. الله. قدموا تحيات لله، الزكيات لله، الثناء على الله، تمجيد الله، تسبيح الله، يعني الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الشيء كامل يكون الإنسان قد تهيأ لأن يسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ولهذا مليح الإنسان في كل دعائه أن يبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل. لما يحب يطلب ربي المغفرة يقدر يقول اللهم اغفر لي، ولكن لو كان يقول اللهم أنك أنت الغفور الرحيم التواب فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إما أن يكون هذا قبلا أو بعد، المهم أنه دعاء الثناء هذا مليح، هذا يعني فيه تمجيد وتعظيم وتسبيح لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو دعاء، هو دعاء في حد ذاته. الله يبارك فيك شيخنا. تسمح لنا شيخنا نستضيف سي أحمد بن سيدي بالعباس باش ما يروحش. نعم. نجيبه هو نستكمل الإجابات. نعم. سي أحمد سيدي بالعباس. سي أحمد سيدي بالعباس. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. وأحمدك تسمح لي يا خويا؟ نسمعك مليح يا سي أحمد، تفضل. أحمدك تسمح لي يا خويا؟ أحمدك تسمح لي؟ أسمعك سي أحمد، تفضل تفضل. صعب يا حسن. أحمدك تسمح لي يا خويا؟ نحن نسمعك جيدا يا سي أحمد. المشكل يبدو على مستوى هاتفك. ايوه نروح لفرنسا. سيده امه الله. نعم. مرحبا سيدتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله سيده امه الله، مرحبا. انا باغي نقول للشيخ باللي انسانه مريضه جد مريضه، عندي السكر، عندي الضغط، نعالج بسيكاتر، عندي كثير أدوية أشربهم في الليل وفي النهار. الله. وبالخص أشرب منوم وندير البورتابل بها النود نصلي أقبل الفجر بساعة، لسيما من النود لقى روحي دايخة من راسي ما نجمش نوقف ونبقى نصلي لخاطر بغي نصلي. أنا كنت نصلي ونبطل، تزوجت صغيرة جدا ولما درت 18 عام بقيت نصلي ونبطل نصلي ونبطل نصلي ونبطل حتى درت 23 عام شديتها ما طلقتهاش كاع. درك راني نصلي بخاصك على 10 سنين وانا راني في 10 سنين وانا نصلي، لا سيما كنت نصلي بالواقفي من نوض الصباح. درك الحالة تاعي تدهورت، راني نصلي من النوض نكبر ونجمع ونبقى نصلي النهارات تاع الدين تاع الصغر تاعي. بذاك المنوم اللي نشربه ما يروحش من راسي، تسمى حتى من النوض يطلع كاع النهار باه يروح من راسي. بصح عندي النهار نصلي ركعتين قبل الفجر ونصلي الفجر ونصلي ربع ركعات قبل الظهر ونصلي الظهر ونصلي ربع ركعات مور الظهر ونصلي ربع ركعات قبل العصر ونصلي ربع ركعتين مور المغرب وركعتين مور العشاء. والقرآن حب نقرا القرآن، مي نقرا القرآن مي ما حب يدخل للراسي. راني في 17 عام ولا 18 عام وانا نحفظ سورة الكهف ومازال ما حفظتهاش، وامنياتي احفظ كتاب الله. ونسبح عندي كان نهار وانا نسبح نجمع نسبح 15 الف في النهار حتى 20 الف في النهار على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله
حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله الحمد لله والله أكبر. كل هذه التسبيحات نسبحهم قلت لك 14 15 حتى 20 ألف في النهار. أذكرني في صواب مع طريق الله ولا خاصني نزيد من فوق هذا الشيء. وعندي سورة الكف نقراها كل حشية الخميس، ونقرأ سورة ياسين، ونقرأ سورة الحشر هذه كل خميس مع العشية، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العشية الخميس حتى الصبح الجمعة 4000 5000 حتى 10000 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة سيدة أمة الله، عندي سؤال ثاني. تفضلي. مرحبا مرحبا. عندي صديقة ولدها راح مع واحد الجورية، وهذيك الجورية حملت وجابت بنت. اليوم اللي راحت كسبت امها الخبر وراحت عندها قالت لها باغي ندير لك الحلال، قالت لها صاي سمحت في ولدك ما نجمش نعيش معاه، ما قدرتش نعيش مع ولدك، عندها تصرف ما يناسبنيش انا. دروك هذيك البنت بقات قالت امه اسكو هذيك البنت تنتسب لينا راه يجيبها لي ويخليها لي في الدار، اسكو تنتسب ليا باه نكتبها على سميتي وسميت ولدي، ولا ما تنتسبلناش، ما عندناش مع ربي ما يسالني غير الخير اللي سمحت بيها خليت امها داتها. هذه الابنه هذه بنت ولدها. واضح. وهذه امها راح تكلم اسكو قالت لك كون نجيبوها ونسبوها لينا تكون شريعه في الدين الاسلام لينا ولا تكون لامها. واضح سيده امة الله، واضح ان شاء الله. انا من انا متبعتكم. الله يحفظك سيده امة الله. والله العظيم من منعكم لا ليل ولا نهار هذا ما مقابله. الله يحفظك سيده امة الله. شوفي تحيه ليك وكاع جاليتنا في فرنسا اللي نقدروهم ونحترموهم والله والله العظيم سلامي لكل الشيوخ الذي نشوفهم في التلفزيون. الله يهنيك ويباركك ان شاء الله. الله يسلمك الله يسلمك. الله يبارك. خلاص سيدة أمة الله عندك سؤال ثاني؟ بارك الله فيك الشيخ أحمد. الله يهنيك سيدة أمة الله. السلام عليكم. السلام، ما تنسيش البلاد والعباد بالدعاء سيدة أمة الله. أبدا 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 أبدا. الله يحفظك. أمنيتنا نرجع للبلاد. الله يحفظك سيدة أمة الله. السلام عليكم. سلام سيدتي، بارك الله فيك سيدة أمة الله، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. هلا سأل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. شيخنا. مرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. من البيض أيضا السؤال الثاني سيدة أمة الله، صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. وهو ربي يحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو صلى على رسوله، والملائكة صلوا على رسول الله. اللهم صل على. وقال نحن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. فكي نديروا كما قال اللهم صل وسلم عليه، قالنا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا درنا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. إذا صلينا الصلاة الإبراهيمية اللي علمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العام. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صلاة. صلى الله عليه وسلم صلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. هذه صلاة. اللهم المهم رانا قالوا على ذلك ندندن ندندن كلنا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم فالصيغ كلها مليحة. نعم الله يهنيك ويبارك. أمة الله مسكيك ده كانت أمها صغيرة ورمت ماء مغليا على كلب عفاكم الله فمرض لدرجة التعفن لكنه لم يموت، ظلت أمها تشعر بالذنب إلى يوم الناس هذا. ما حكم إيذاء الحيوان بهذه الطريقة تقول أمة الله؟
سبحانه هو إذا الحيوان إذا المخلوقات كل ذلك منهي عنه شرع. الآن الشيء وقع الآن وقع في صغرها وراهي ندمان على هذا الشيء خلاص ندمت تستغفر الله عز وجل تتوب إليه تقول يا ربي هذا مخلوق من مخلوقاتك وأنا غلطت وأذيته وهذا الكلب مانيش قادر نطلب منه السماح لأنه ماهوش إنسان اللي كذا فخلاص طلبي السماح من سيدي ربي سبحانه وتعالى. إذا كان حيوانات أخرى حسيني إلى حيوانات أخرى. دخلت امرأة النار في هرة وإنسان سقى كلبا فشكر الله له فغفر له إن الحسنات يذهبن السيئات خلاص ولكن تبقى طول حياتك كذا لا هذا ربما يكون عنده كما يقول الجماعة تاع التنمية البشرية واللي عنده طاقة سلبية هكذا يا فلا ما تديريش هذه الطاقة السلبية ولكن ديري عامل إيجابي خليك ديري حسنات تذهب السيئات وتكثرين من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم الله يبارك فيك ما شاء الله شيخنا. أمات الله أبوها ابن شهيد لا مدخول له وقد تحصل على منحة أبيه منحة الشهداء، لديه ثلاثة إخوة في حالة التقاعد، هل يصح لهم أن يتقاسموا معه المنحة؟ لا لا اللي يحب المنحة راح يطلبها من الجهة المانحة. أيوه. هو باعتباره ابن شهيد لا مدخول له كما قالت طلب من الجهة المانحة اللي هي مصالح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وأعطوا له هذه المنحة، فهذه المنحة له هو. إخوته المتقاعدون إذا رأوا أنه عندهم حق ولا كذا يروحوا للجهة المانحة. فإذا كان عندهم الحق ما يعطيوا لهم. إذا ما عندهمش الحق يقول لهم ما عندكمش الحق. ولكن هذه المنحة تاع باباها ليست لهم. نعم. الله ينورك ويبارك فيك إن شاء الله. فتيحة من عنابة تطلب الدعاء لولدها بأن يوفقه الله لتأسيس بيت بالزواج. ربي يوفقه إن شاء الله. يا ربي. وهو أيضا يشمر شوية. أيوه. ويقفز وانت يعاونه هكذا يا خيري له فوضك في الاختيار ويقصد الانسان اهل الخير والفضل وانسان ما يشرش بزاف وما يبالغش بزاف وان شاء الله ربي يغنيه ان شاء الله بالحلال عن الحرام امين ربي يوفقه ويوفق شبابنا ان شاء الله يا رب بناتنا وليداتنا ان شاء الله لهذا الشيء هذا نعم نعم شيخنا ربي يبارك فيك. تقول تصوم اخت فتيحه الاثنين والخميس هل يتوجب عليها في الشهر أن تضيف الأيام البيض؟ لا هو لا يتوجب عليها لا الأيام البيض ولا الاثنين والخميس هو اللي يجب فقط هو رمضان والصيام الواجب الآخر كما النذر كما الكفارة إذا واحد ترتبه أما هذا لا إذا صمت الاثنين والخميس يكفيك واحد عم يصوم غير الأيام البيض يكفيه واحد عنده قدرة يصوم هذه وهذه يكفيه ساعة صمت الاثنين والخميس ساعة ما قدرت لا بس يقول له الفقهاء رحمهم الله يقول المتطوع أمير نفسه فواحد ما وجب عليك لا الاثنين والخميس ولا واحد وجب عليك الأيام البيض هذاك العربي راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له علمني هذا الدين قال له تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال له هل علي غيرها عربي بسيط جدا ده رايح مباشرة ما عندوش كذا قبالة قالوا لا إلا أن تطوع متطوع كما راكي تصومي انت الاثنين والخميس قالوا واش كاين ثاني قالوا الزكاة إذا قالوا هل علي غيرها قالوا لا إلا أن تطوع بالصدقة الصيام ذكر له رمضان قالوا هل علي غيره قالوا لا إلا أن تطوع والحج مرة في العمر قالوا والله لا يعني لا أزيد على ذلك قالوا خلاص أنا نكتفي يعني بالشيء اللي فرضوا علي يا ربي لما راح هذاك العربي قالوا أفلح هذا الرجل إن صدق اللهم صل على رسول الله بسيط ولكن ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولكن صيام الاثنين والخميس ما شاء الله المداوم عليها راه ما شاء الله في باب الصيام ربي يوفقك إن شاء الله نعم الله يبارك فيك إن شاء الله. شيخنا السي عبد القادر مشلف يخدم في الفلاحة ويلبس حذاءه نعم. ويبغي يصلي بالحذاء لأنه أحيانا كي تكون التراب مشمخة إلى غير ذلك
يتحرج في نزعه إلى غير ذلك. هل يمكن أن يصلي شعب القادر بالحذاء؟ نعم. أيوة. يمكنه أن يصلي بالحذاء، نعم. صلي صلي عادي كما احنا عندنا قوات الأمن تاعنا، الشرطة تاعنا، بعض المرابطين في الحدود، كي يصلي يصلي، كل مرة ينحي في يتوضأ، ثم لما يحضر الآخر يصلي بحذائه وصلاته صحيحة. الله يبارك فيك، إن شاء الله يحفظك. بل حتى واحدة مسافر مثلا، أيوه، وشدته هكذا يا صلاة في الطريق والحذاء، وينحي ربما التراب، ربما الشوك، ربما لسبب من أسبابه، يجوز، نعم يجوز يصلي بالحذاء تاعه، صلاة صحيحة. نعم. الله يبارك فيك شيخنا، ربي يحسن إليك. حسين من تلمسان يسبح، وهو يسبح يتفرج في التلفزيون، هل يستطيع أن يسبح ويتفرج؟ لا بس، هو أكيد هذا عنده أوقات تاع التسبيح، يستحضر فيها التسبيح ومعناه ويتأمل، وهذا هو الذكر، يعني أكمل وجوه الذكر هو الإنسان يذكر الله عز وجل ويستحضر معنى الشيء الذي يقوله، وحينئذ يجمع الإنسان بين ذكر اللسان وذكر القلب، وهذا لابد يكون، يعني الذكر هذا هو الذكر يعني الكامل، هو هذا، هو الإنسان يستحضر معنى لا إله إلا الله، وش معنى استغفر الله، وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وحينئذ يجمع بين جارحة اللسان وعمل القلب. ولكن إذا كان الإنسان وقاعد يشوف ولكن اللسان وخلاص صار رطبا بذكر الله، وأوقات آخر هو يتفرج على الآن ويشوف السحمد هذا فيه لا سأل، وراه يذكر ولا يشوف قالك الأخبار ولا حصة، يشوف وش يشوف، وراه يسبح مليح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم صل على، وهذا ذكر اللسان، وذكر اللسان أيضا فيه أجر، الله فيه أجر، فلا بأس. هذا يبدو أنه إنسان متعود على الذكر فلم يعد يستطيع أن يستغني عنه حتى وهو مشتغل بأشياء أخرى، فلا بأس إن شاء الله يا أخي الكريم. نعم. الله يحفظك شيخنا ويبارك فيك. نروح للسؤال الثاني، ويقول شيخنا عفكم الله المرحال الإنجليزي، إذ يجلس عليه المرء ويتوضأ، هل الجلوس عليه عادي؟ يعني هكذا يقول حسين. لا بأس، هو جالس نجاسة بعيدة، وربما هذيك هي الوضعية اللي تناسبه باش يتوضأ. نعم، هو لما الإنسان يتوضأ في مكان نظيف أفضل وكذا هذا أحسن، ولكن إذا كان هذاك هو الظرف المتاح له وهذاك هو المكان اللي يقدر يجلس فيه من أجل أن يتوضأ فلا بأس. المهم فقط يكون المكان نظيف وما تقيسوش النجاسات وما أشبه ذلك. الله يبارك. إذا كان إنسان عنده مكان آخر أنظف، أيوة، وأفضل، معليش يروح للمكان الآخر. إذا كان هذا هو اللي متوفر له وهذه القاعدة ربما تناسبه من أجل باش يتوضى وليس له يعني طريقة أخرى فلا بأس إن شاء الله. الله يهنيك شيخنا وبارك فيك. سيدة نورة من بليدة تقول، يعني حكيت لك كيف تصلي الصبح ويؤذن الأذان وهي قائمة، فبما تنصحها؟ نعم، هي قالت لما يؤذن الأذان الأول تقوم وتتوضأ وتصلي، ويتصلي تصلي حتى يدن عليها الأذان الثاني وهي تصلي النافلة. أيوة. وش دير؟ تكمل. أيوة. تكمل تكمل هذاك الشيء اللي، ولا تبطلوا أعمالكم، احنا عندنا النفل يجب بالشروع فيه. أيوة. إذن فهي تواصل هذيك، مثلا بدأت الله أكبر الحمد لله رب العالمين كذا ركعت، ثم أذن المؤذن تاع صلاة الفجر، فهي تكمل هذيك الركعة تكملها، ثم بعد ذلك خلاص النافلة تولي عندها فقط صلاة الفجر، لأنه تكره النافلة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع باش يبدأ وقت الضحى هكذا. أما الصلاة اللي بدأتها تكملها. نعم. الله يهنيك. عندك وقتاش إنسان يقطع صلاة النافلة؟ لو كان مثلا راه ينفل في الجامع وقامت الصلاة ومازال ما عقدش ركعة، ما عقدش مركعش، أنا يقطع، لأنه ما كاش إذا دخل الإمام في الصلاة ما بقاتش تتصلي والإمام يصلي كل واحد يصلي، لا، الإمام هو الشاف في الجامعة، هو إذا يقطع الصلاة إذا ما عقدش ركعة. أما إذا كان عقد ركعة فيكملها، أما هذه إذا بدأت في الصلاة ولو ما عقدتش ركعة تكملها، ثم الأذان ينتهي تصلي صلاة الفجر، ثم بعد ذلك تصلي الصبح، إذا فلا بأس إن شاء الله.
الله يبارك فيك وهنيك ان شاء الله. شيخنا سامح لي نزيد بافتراض، هي ممكن هكذا ايضا فهمته، لما تكون تصلي واذن الاول خلاص الثاني جاوبته، ماذا عليها؟ هي راهي تقوم في الليل واذن الاول، الاذان الاول تكمل؟ خلاص تكمل، تكمل الاذان، الصلاه ما بين الاذان الاول والاذان الثاني هذا كله يعتبر في قيام الليل. ايوه الله يبارك فيك. نعم ان شاء الله. احسن الله اليك شيخنا. الى فرنسا ومنها السيدة أمة الله، تقول شيخنا هي إنسانة جد مريضة، سكري، الضغط، الضغط النفسي، تشرب أكثر من دواء في الليل والنهار، وعندها منوم، تحدثت على أنها تزوجت صغيرة جدا وكانت تصلي وتبطل، ومن بعد عزمت وراي 10 سنوات وهي تقضي تصلي الدين. تقول كبرت شوية والعمر ولات توقف تكبر وتقعد كما قالت نجمع، وتصلي ركعتين قبل الفجر، يعني حكات على كيف تصلي النوافل قبل الفجر بعد الفجر الظهر إلى غير ذلك. القرآن قالت لك شيخنا ما حب يدخل راسي، عييت نقرأ ونعاود إلى غير ذلك، ومتمنية تكون حافظة لكتاب الله. نبدأ بهذا الشرط لأن ما كانت أسئلة، كانت إفضاءات أيضا تحكي السيدة أمة الله، بما نجيبها في هذا الصلاة؟ أولا قالت هذا اللي نديره مليح ولا ماهوش مليح؟ أكيد مليح، يدخل نذكر هذه وندير هذه ربي يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم القرآن الكريم، أولا أنت ماهيش واجب عليك باش تحفظي القرآن، ماهيش واجب عليك، إذا قدرتي تحفظي نعم حفظي ما تيسر معليش، ولكن هل يجب عليك أنك تحفظ القرآن الكريم؟ لا، كان صحابة تاع سيدنا، بل معظم الصحابة ما كانوش يحفظوا القرآن، معظم الصحابة معظمهم اللي حفظت القرآن من الصحابة معدودون، وهم فقهاء الصحابة وقراءهم. ما شو نقولوا معناها رانا نزهدوا في الحفظ؟ لا بالعكس، الإنسان اللي يقدر يحفظ يحفظ، ولكن ما تديريش هذا الشيء كأن منقصة فيك، لا، ولكن مطلوب منا نقراو القرآن، وأنت راكي تقراي قراي قراي. الإنسان اللي يقرأ، الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. الله، كي تقراي كل حرف عندك حسنة، كل حرف، والحسنة بعشر أمثالها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل واحد بحقه. خلاص قرأي الآن، حاولتي تحفظي ما حفظتيش، طيب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يحتمل أيضا، يحتمل أن الطريقة اللي راكي ديريها في الحفظ ماهيش ولا ماهيش مناسبة، ممكن، لأن الحفظ هذا على ماذا يعتمد؟ يعتمد على كثرة التكرار. قاعدة الأساسية في الحفظ خصوصا حفظ القرآن الكريم هو التكرار في الحفظ الواحد. لما هذه الآية اللي تقرأيها، قرأيها 20 30 40 50 مرة، معليش 70 مرة قرأيها خلاص ترسخ. بعد قرأي اللي مراها نفسي 50 60 70 مرة، دام عندك هذا، لأنه كان واحد يقرأ 10 يحفظ، كان واحد يحتاج 70، صحيح، كان واحد يحتاج 100. ذاكرة التفاوت، ذاكرة التفاوت، ومع العمر أيضا يلعب دور. طيب الآن بعدك قرأي الأولى والثانية كيف كيف، قرأها 30 40 50 مرة هكذا، وعندك أجر، كل ما كي تقرأي عندك أجر قراءة القرآن الكريم، ما شاء الله، كل ألف حرف لام حرف وميم حرف هكذا يا الله. وهكذا مع الثالثة. ثم الإنسان بعد ما يحفظ خلاص، أو حفظ هذاك الشيء اللي حفظناه، معليش ننتقل إلى غيره، ولكن نبقاو دائما نكرروا هذاك المحفوظ الأول. صحيح. الإنسان يولي يدير 2 حجاب في النهار، 4 حجاب في النهار، 5 حجاب في النهار، وناس بكري كان يقول لك مول الخمسة عمره ما ينسى، يعني اللي يكرر 5 حجاب في اليوم عمره ما يروح للقرآن. صحيح. الكريم. فهكذا التكرار هذا يا يكون به القرار ويكون به التثبيت إن شاء الله. إن شاء الله. ونبشرها أنه كاين ناس اللي أكبر منك سنا
وحفظ القرآن الكريم والقراءات وتوجوا وتوجوا وحاجة يعني مجاهدة. معليش انا نحب دائما نذكرها اذا كان السي احمد لا شيخ حقها علينا وعلى حاجة تركية ربي يبارك فيها، فما شاء الله يعني نحييها وانا متواصل دائما معها وربي ان شاء الله يبارك لنا فيها في حفظة القرآن الكريم وهي في هذه السن المباركة هذه ما شاء الله. وكثيرات شفنا في سوق أهراس، شفنا في الكثير، وشفنا أيضا رجال كبروا 70 75 سنة حفظوا القرآن في هذا العمر. ما نشوفي أيضا الطريقة اللي راكي تحفظي بها ربما تحسنيها يعني تحسني الطريقة اللي توصلي بها إلى المقصود. نعم إن شاء الله يا ربي شيختنا. تقول شيخنا أنها تذكر تستغفر الله تصلي على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك 1500 مرة إلى 20,000. الخميس تقرأ سورة الكهف وياسين والحشر وتذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي على رسول الله. هذه الأعمال هل هي على صواب مع طريق الله؟ يا ما شاء الله تعال زيد حاجة بك تكترنا دعوة الخير. هكذا يا الله ربي يفتح عليها إن شاء الله. هذا هو ما شاء الله. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله هكذا وصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي قال قبل هذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصلا. يدخل معاه كذا في الصباح العشية في المساء راهي في هذه الزمرة. هذه راهي في هذه الزمرة، راهي داخلة ما في هذه الزمرة. عندك الكهف فقط إذا كان خلتها للجمعة. أيوه لأنه وردت آثار في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أيوه أو إذا كانت تقرأها بعد المغرب، لانه احنا من المغرب خلاص انا دخلنا في الجمعه. تقول عشيه الخميس، يبدو انها تقصد بعد عشيه الخميس بعد المغرب يعني ماهوش قبل المغرب. أيوة. لانه قبل المغرب ما زلنا الخميس. ايوه كي يدن المغرب تاع الخميس انا دخلنا في الجمعه. الله يسلمك. الله يبارك فيك ان شاء الله. سيده امه الله تسال عن صديقه لها في الغربه، وتعرف شيخنا الغربه، يقول بانه ولدها حسب الاعراف الموجوده لديه بنت من فرنسية، أمه تسأل هل هذه البنت تنسب لنا أم لا؟ وقالت بالكلمة شريعة الله هذه لينا والله لمها. هذه شريعة الله هذه لا تنتسب إليكم، لأنه ما تزوجوش. هذه بنت جات بطريقة غير شرعية، هي مسكينة الله غالب هي البنت هذه. ولكن وش نقول لكم، إذا قدرتوا تجيبوها جيبوها ربيوها في وسطكم، ولكن من باب الكفالة ماشي من باب البنوة، حتى تعيش في أسرة مسلمة تنشأ نشأة مليحة ترعاوها، وإن شاء الله ربي يعمر الإيمان في قلبها كي تكبر هكذا. ولكن تجيبوها من باب أنها مكفولة كما تكفلوا بنت هكذا ليس لها أهل هكذا، ولكن ليس من باب التبني. ربما لو كان تم عقد عليها وقبل وضع الحمل وكذا، كاين آراء وإن كان ماشي قوية في الفقه الإسلامي، ولكن يستند إليه بعض الفقهاء في لملمة الأمور. ولكن الآن لا ما يصحش تنسبوها لها، ولكن إذا قدرتوا تجيبوها وانتم تربيوها تكفلوها فلا بأس. الله يبارك فيك. أي نعم. شيخنا ربي يغفر لي ولي أخي باللغة الأمازيغية في 30 ثانية. هذه صعيبة هذه. سيدنا موسى عليه السلام يسحرس مليح باش هذه دعون العمريس وهذه دعون كيماس، ونشتي ثقمة سي الخاوية ذيوس النعمة ثم قرانت إلى زمان نزرع قل فاميليتنا قل أسرة ناثة بسطوح باش تسيلي قل أسرة ثم قرانت باش تسيلي الأخوة قل المجتمع وكيث. وكي إن شاء الله ربي عز وجل هذه قوة المجتمع، هذه قوة ثمرة، هذه قوة المحبة هي لنا إن شاء الله. ربي عز وجل غفر وكيث وغفر رحمه وكيث إن شاء الله. نعم السلام عليكم.